السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جايبه لكم وصفه حلوه قوي لتكبير المؤخره، وصفه حلوه قوي طلبتها مني بنات كتير، بتخلي مؤخرتك ان شاء الله جميله وبتعمل تكبير باذن الله حلو جدا، وهتلاحظيه بلبسك من اول اسبوع ان شاء الله. يلا تابعيني لاخر الفيديو عشان تستفادي بالوصفه بتاعتنا دي، باذن الله نتيجتها تحفه جدا جدا. ولو انت اول مره تدخلي معايا القناه ما تنسيش تشتركي معايا وضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب عشان يوصل لك كل فيديوهاتي ان شاء الله. وصفات جميله جدا ومجربه ونتيجتها تحفه جدا جدا. يلا نشوف وصفتنا، تابعيني لاخر الفيديو، اوعي تروحي بعيد. باذن الله النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي كدهان، وهنعمل كمان مشروب حلو جدا. المشروب ده مفيد جدا ليكي لتكبير اماكن الانوثه زي المؤخره، كمان الثدي، الارداف. الوصفه دي جميله جدا جدا. هنعمل النهارده دهان وهنعمل كمان مشروب طعمه لذيذ جدا، ان شاء الله باذن الله تستفادي بالوصفه الجميله بتاعتنا دي. يلا بينا هنبدا دلوقتي نعمل مع بعض. اول حاجه هنعمل الكريم اللي احنا هنستخدمه كدهان لمنطقه الارداف، او برده بيعمل تكبير للثدي وتكبير المؤخره. كل انا هحتاج معايا النهارده في الوصفه دي مكونين اتنين. اول مكون معايا هحتاجه هو كريم نيفيا. طبعا كريم نيفيا كلنا عارفينه متوفر في كل الدول. انا هحتاج معلقه واحده فقط من كريم نيفيا. كريم نيفيا رائع جدا جدا، هستخدم معلقه واحده منه. ده بالنسبه لاول مكون. تاني مكون ان شاء الله هنستخدمه النهارده معانا هو طحين القمح. طحين القمح طبعا كلنا برضو عارفينه. انا هنجيب الطحين وهنطحنه كويس جدا، او ممكن نجيبه جاهز من عند العطار، وهبدا اضيف معلقه واحده من طحين القمح في الطبق كده. ومعايا هنا كريم نيفيا زي ما قلنا هناخد منه معلقه واحده فقط من كريم نيفيا. الوصفه دي هتبقى دهان لمنطقه الارداف وكمان التكبير المؤخره. والناس اللي عايزه تعمل تكبير برضو للثدي ممكن تستخدم الوصفه ديت، نتيجتها حلوه جدا. الكريم ده نتيجته جميله جدا جدا. انا معايا معلقه هنا من كريم نيفيا، هبدا اضيفها على طحين القمح وهقلب بالشكل ده، وهنخلط المكونات مع بعض بحيث المقوام يبقى معايا كريم، اخلطهم بالشكل ده. كده انا ده قلبت الكريم مع طحين القمح اهو زي ما احنا شايفين، وده هيبقى معايا الدهان اللي انا هدهنه على المؤخره والثدي. اي مكان عايزه تعملي فيه تكبير للانوثه الوصفه دي فعاله جدا جدا. هستخدمها ازاي؟ طبعا هنشطف المكان كويس جدا بالميه الدافيه عشان نفتح المسام وعشان نستفاد بالوصفه معانا ان شاء الله. بعد كده هناخد من الوصفة بتاعتنا دي ونبدأ ندلك بيها المؤخرة لمدة 5 أو 10 دقايق تدليك، وهنسيبها على المكان نص ساعة. ممكن تعمليها من بالليل وتنامي بيها، نتيجتها حلوة جدا جدا. هتستمر عليها لمدة 7 أيام ان شاء الله، هتشوف نتيجة حلوة قوي وهتبان معاكي وهتلاحظيها من اول 3 أيام ان شاء الله. الكريم ده زي ما قلنا هينفع برضو للثدي، الناس اللي بتبقى عايزة تعمل تكبير للثدي نتيجته حلوة جدا جدا. الكمية اللي هتتبقى مننا هنشيلها في برطمان ونشيلها في التلاجة ونستخدمها عادي جدا كل يوم. دي بالنسبة للدهان او الكريم اللي انا هستخدمه كدهان لتكبير المناطق الانوثة، الثدي، المؤخرة او الارداف. هبدا بقى دلوقتي بقى نعمل مع بعض ايه. هنعمل مشروب حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله وطعمه لذيذ جدا. المشروب ده برضو مفيد جدا جدا لتكبير المؤخره، وكمان بيسمن الجسم. يعني لو في ناس عندها بتعاني من النحافه بيدي تسمين لاماكن الانوثه وجميل جدا جدا. هبدا اعمله معاكم دلوقتي، يلا بينا تابعوني لاخر الفيديو عشان تستفادوا، وما تنسوش تحطوا لايكات كتير قوي لو الفيديو عجبكم ان شاء الله. هنحتاج في الوصفة بتاعتنا التانية دي كوب من الحليب زي ما انتم شايفين كده، ده كوب حليب او لبن زي ما بنسميه. وهحتاج معايا معلقتين من فول الصويا، ده شكله طبعا فول الصويا.
ولكن انا هطحنه كويس جدا. معايا هنا المطحنة، انا عايزاه يكون ناعم، عشان هقولك دلوقتي هنستخدمه ازاي. وكمان في مكون تاني هضيفه على اللبن، وهنقول ازاي هنضيفه برضه. تمام، معايا هنا المطحنة، هبدأ اضيف الفول الصويا وهنطحنه كويس جدا ونخليه ناعم بودرة خالص. تمام، انا كده طحنت الفول الصويا اهو، بصوا انا بطحنه قدامكم عشان تشوفوا بس انا عايزه القوام بتاعه ايه. اهو عايزاه يكون بودره ناعمه خالص زي ما احنا شايفين كده. تمام، هبدا اضيف معلقتين على كوب الحليب كده اهو، هناخد معلقتين. طبعا لو انا طحنه كميه اكتر هتعينيها للمره التانية وهقولك هتستخدميه قد ايه. انا كده ضفت معلقتين من الحليب. معايا هنا بقى كمان معايا الشوفان، الشوفان هنحتاج برضو معلقتين من الشوفان، هنطحنهم كويس جدا. طبعا ده بيكون شكل الشوفان، هطحنهم برضو في المطحنة وهنشوف برضو هنستخدمه هنضيفه ازاي وهنستخدم المشروب بتاعنا ده ازاي. كده انا طحنت برضو الشوفان اهو، وبقى جاهز معايا شايفين. هبدأ اضيف برضو معلقتين من الشوفان على الحليب اهو، هنضيف معلقتين، يبقى معلقتين شوفان على معلقتين فول صويا ويكونوا مطحونين على كوب من الحليب. تمام، وهبدأ بقى اقلب، هنبدأ نقلب بقى الكوب بتاعنا بالشكل ده اهو، وده هيبقى المشروب بتاعي. تخلي بالكو هيتقل معايا قوي مع التقليب، هنشوف دلوقتي هيبقى تقيل يعني هتكليب المعلقة. وده معايا اهو المشروب، ممكن نشربه او ناكله بالمعلقة لان لما ضفنا عليه المكونات دي تقل زي ما انتم شايفين كده. طيب انا هحليه ازاي؟ هنحليه بعسل النحل اهو، او نحليه بالسكر عادي. يعني انت لو ما بتعمليش دايت حليه بالسكر عادي. انا هضيف معلقة من عسل النحل اهو زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ اقلب المشروب بتاعي بالشكل ده. ده بقى هيبقى مشروب هشربه مرتين، وممكن مرة واحدة. يعني لو انتي مثلا عايزة نتيجة سريعة ممكن تشربيه مرتين في اليوم، مرة الصبح اول ما تصحي من النوم، ومرة بالليل قبل ما تنام. بجانب الكريم اللي احنا عملناه في الاول ده اهو، برضو هنستخدم الكريم ده، هيبقى بالليل هندهنه على المكان ونسيبه، يا اما ممكن نص ساعة او ساعة وبعد كده نغسل المكان كويس جدا. المشروب هيبقى مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. لو انت مش عايزة يعني مش نتيجة سريعة وكده، ممكن تستخدميه مرة واحدة بس في اليوم. دي بقى كانت الوصفة بتاعتنا، جميلة جدا. المشروب اعمليه اول باول، بلاش تعملي كمية كبيرة وتشيليها في التلاجة لانها بتتقل زي ما انتم شايفين. بصوا بيتقل ازاي، يعني كل يوم اعملي مشروب طازة كده. ممكن تطحني الشوفان، تطحني منه كمية، وممكن تطحني من فول الصويا، تطحني برضو منه كمية وتاخدي معلقتين على معلقتين. لكن يعني ان انت تضيفيه على اللبن، ضيفيه اول باول، تكوني طبعا مدفية اللبن، يكون دافي بس بلاش سخن قوي. وهنقلبه كده بالشكل ده وهنشربه ونتناوله مرتين في اليوم. الوصفة دي جميلة جدا، بتزيد الانوثة وتخلي الانوثة جميلة جدا، تكبير المنطقة المؤخرة، كمان تكبير الثدي. الكريم ده برضو استخدميه للثدي وكمان للمؤخرة، نتيجته جميلة جدا جدا. ان شاء الله تستفادوا بالوصفة بتاعتنا، وصفة حلوة ونتيجتها فعالة وهتعجبكم. عايزة اعرف ارائكم في الكومنتات، الوصفة جابت نتيجة معاكم ولا لا؟ هستنى ارائكم واقتراحاتكم للفيديو بتاعنا، وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفة وتكون فعالة معاكم.
حبايب قلبي، يا رب الوصفه النهارده تعجبكم. الوصفه جميله جدا وعن تجربه رائعه ونتيجتها حلوه جدا جدا. اعملوها وهتجيب نتيجه حلوه معاكم. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفه لايك للفيديو، شيروا لاصحابكم عشان يستفادوا، واستنوني في فيديو جديد ووصفات جديده مع جيجي في كل حياتي. باي باي.